إيمين، وأبدأ معك دكتور مطانس في حيفا. الأوساط الإسرائيلية كيف قابلت عزم وقرار الدول الثلاث أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية؟ هل اعتبرته هذا القرار موجها إلى الحكومة الإسرائيلية أم إلى الدولة الإسرائيلية؟ مساء الخير. يعني المؤسسة الإسرائيلية بشكل عام اعتبرت أو تعاملت مع القرار بحدة وبعنف شديد وبغضب شديد. أولاً يعني لنضع القرار في سياقه، في تراكم عدة صفعات تتلقاها إسرائيل من الساحة الدولية في الأشهر الأخيرة وخاصة في الأيام الأخيرة، بداية بمحكمة العدل الدولية وقبولها لمناقشة دعوى جنوب أفريقيا، ومن ثم اعتراف الأمم المتحدة بقبول تغيير مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة أو عضوية دولة فلسطين، استمرار باحتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية والأوروبية، وبالأمس أعلن المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية عن يعني نيته بطلب إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وجلنت. بهذا المعنى إسرائيل تلاحظ تراجع مكانتها السياسية الدولية، هناك انهيار للدبلوماسية الإسرائيلية العالمية. إسرائيل ما زالت تتعامل دبلوماسيا مع المشهد الدولي وكأنها ما زالت قبل 7 أكتوبر. إسرائيل لم تستوعب لغاية الآن التحولات الكبيرة في المشهد الدولي وفي الدبلوماسية الدولية، وتراجع بل انهيار مكانة إسرائيل دوليا. إسرائيل فقدت قدرة التأثير أو قدرة الردع إلى حد كبير في المشهد الدولي، لذلك كان الرد غاضب جدا وعنيف إلى حد ما، يعني عنف دبلوماسي بحيث من الحكومة ومن المعارضة في نفس الوقت. صحيح دكتور، يعني صحيح، هذا اللي جاي أقوله، هناك إجماع. يعني سمعنا بالأمس المعارضة الإسرائيلية بالكامل تقف إلى جانب نتنياهو وجلنت وترفض قرار المدعي العام، واليوم المعارضة الإسرائيلية تقف إلى جانب الحكومة وترفض هذه القرارات. الحكومة الإسرائيلية قامت أولا باستدعاء سفراء الدول التي قامت بالاعتراف يعني نقل معارضتها وتوبيخ هؤلاء السفراء، ردت بعنف وإرهاب دبلوماسي، وبالمقابل بدأت بمعاقبة الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية. طبعا سموتريتش بدأ يريد يعني أن يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية. سنأتي إلى